Bonjour mes amis, comment ça va? Notre leçon pour aujourd'hui est le périmètre du rectangle. Sabah khair, kif kun shatrin darasna al-yawm bdi kun an al-muhit lil-mustatil. Bas qabel ma nbalish bdi nbakhkom la darura ghasl al-yadayn bil-may wa-sabun la mudda tzid an 20 thaniya wa darura adam al-ikhtilat wa irtida' al-kamama la tahmu halkom tahmu li hawlaykom min virus corona. كمان بدي اطلب منكم شغله مهمه كتير انه دوفوار تعملوه بطريقه صحيحه وتبعتوه للمعلم. هلا خلينا نبلش بدرسنا. في عنا كيف بنحسب البريمتر للريكتانجل، يعني كيف بنحسب البريمتر المحيط للمستطيل. عنا المستطيل قلنا مؤلف من اربع اضلاع كل ضلعين متقابلين قد بعضهم وله اربع زوايا كل زاويه 90 درجه. هودي الضلعين قد بعض وهودي الضلعين قد بعض، كل ضلعين متقابلين بالمستطيل قد بعضهم، كل ضلعين متقابلين بالمستطيل قد بعضهم. فنحن لحتى نجي نحسب البريمتر لهذا المستطيل عندنا اول ضلعين متقابلين مع بعضهم اللي هن اللونجر يعني الطول 8 سنتيمتر واللارجر اللي هن العرض 4 سنتيمتر. 8 سنتيمتر لونجر قد بعضهم ضلعين وضلعين اللارجر 4 سنتيمتر قد بعضهم. لحتى نجي نقدر نحسب المحيط نحسب المستطيل شو بنعمل نحن؟ نجمع اللونجر مع اللارجر مع اللونجر مع اللارجر بيطلع معنا البريمتر للريكتانجل. او بنقول 2 fois longueur plus 2 fois largeur بيطلع معنا البريمتر. يعني بنضرب العرض ب2 وبنضرب الطول ب2 بنجمعهم مع بعضهم بيطلع معنا البريمتر. يعني فينا مثل ما رح نشوف هلا بالصوره نحن نجمع اللونجر مع اللارجر يعني الطول مع العرض ونضرب المجموع باثنين هيك بيطلع معنا البريمتر. بيطلع معنا البريمتر يعني لحتى نحل البريمتر للريكتانجل بنقول longueur plus largeur fois 2 longueur plus largeur fois 2 مثل ما عم نشوف هلا يعني 2 fois longueur plus largeur يعني 8 plus 4 8 plus 4 égale 12 fois 2 égale 24 يعني 8 زائد 4 بيطلع معنا الجواب 12 ضرب 2 بيطلع معنا الجواب 24 هون عندنا 2 fois 12 égale 24 بيطلع معنا الجواب 24 سنتيمتر يعني 24 سنتيمتر البريمتر لهذا الريكتانجل. هلا في عندنا هذا الدفوار بتكون تعملوه بالبيت وبتكون تبعتوه للمعلم بتكون تحسبوا البريمتر لهذا الريكتانجل لهذا المستطيل. هو اللونجر فيه 7 سنتيمتر يعني الطول 7 سنتيمتر والعرض 3 سنتيمتر. كنت تعملوا هذا طلعوا البريمتر لهذا الريكتانجل تعملوا هذا الدفوار بالبيت تعملوه بطريقه صحيحه وتبعتوا الاجابه للمعلم. عندنا اللونجر 7 سنتيمتر يعني 7 سنتيمتر واللارجر يعني العرض 3 سنتيمتر. بتعملوا هذا الدفوار تعملوه بالطريقه الصحيحه وتبعتوا الاجابه للمعلم. وهلا اسمحوا لي لكم اورفوار.